بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل السلسلة نتاعنا، عدنا لكم في حلقة جديدة اللي هي الحلقة الثانية في برنامج والله في سلسلة الأرنب والصيف. تكلمنا في الحلقة الأولى اللي كانت عبارة عن مقدمة عن هذه السلسلة، اللي شفنا فيها جملة المواضيع اللي رايحين نطرحوها في هذه السلسلة اللي هي الأرنب والصيف، وش رايحين نحكوا فيها اليوم إن شاء الله. راح نبدأ حلقة 2 أو نقدر نسموها الحلقة الأولى من السلسلة اللي تحكي على الأرنب والصيف. موضوع الحلقة اليوم الإجهاد الحراري. شو معناها إجهاد حراري؟ أي إنسان تسقسيه يربي أرنب والله عنده علاقة بالأرنب، تقول له عندي إجهاد حراري والأرنب تاعي أصاب إجهاد حراري، هم توقع علامة استفهام، نسميها علامة تعجب. يقولك شنو إجهاد حراري؟ المعروف عد العام مجموعة من الأمراض اللي هي الجرب، اللي هي الإسهالات، اللي هي البكتيري، اللي هي الفيروس، اللي هي مش عارف التهاب العرقوب، التهاب الرحم، تسمغ الأذن. هذه مجموعة كبيرة من الأمراض اللي يعرفها العام والخاص. توصل كلمة إجهاد حراري تلقى أغلبية الناس مربين أرانب، بصح كي توصل له تقولوا إجهاد حراري تخلي الأرنب تاعك في مرحلة إجهاد أنا ما تخلش، هنا ما يفهمش معناها كلمة إجهاد حراري. شغل مصطلح شنو جاه ما فهمش وش معناه. اليوم راح نحكو على الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري هو شنو؟ أولا هو ماهوش مرض، بنعدو متفاهمين كمصطلحات، ندو مصطلحات ما احنا كل مصطلح ندوه في محل، ما نحطوش مصطلح في بلاصة ماهوش هو. ما تقولش الأرنب تاعي مريض بالإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري أو عنده مصطلح واحد آخر يسموه الاحتباس الحراري مش مرض. هذه حالة يدخلها الأرنب كي ترتفع درجة الحرارة، تفوت المعقول تاعه ولا القدرة تاعه، يدخل في مرحلة يعاني منها يسموها مرحلة الإجهاد الحراري، مهوش مرض. نقطة واحدة، كي قلنا مهوش مرض وش معناها؟ أوتوماتيك محاجة مش مرض، ما عندهاش علاج. ما تقولش علاج، قول وقاية، قول حماية، قول صح، ما تقولش علاج. شنو هو إجهاد حراري؟ نرجع مع بعضنا كما هضرنا قبل وكما نعرفوا على الأرنب حيوان، قلنا هذا الحيوان ما يقدرش كما نقولوا احنا يتحكم بدرجة الحرارة ولا في الكليمة برا من الجلد تاعو، ما يعرقش، ما يتنفس من الجلد تاعو، ما عدوش إفرازات، ما عدوش كيفاش يفرز الماء اللي راه في جسمه لداخل، ولا الحرارة كتعود زايدة ما يقدرش يخرجها، ولا البرودة ما كانش. عدو حاجة واحدة اللي يتحكم بها بالوسط الخارجي اللي هي ودنيه برك، يستشعر بهم درجة الحرارة والنفس يدخل الهواء ويخرج، ليعدل بهم حال الحرارة والبرودة تاع الجسم نتاعو عن طريق عملية التنفس. كل ما يزيد فلاكسيليراسيون والله في كمية تنفس نفس رابيد، كل ما أعرف باللي راه القلب بدأ يضخ في الدم ياسر، زادت الدورة الدموية، يدخل في مرحلة اللي هي مرحلة الإجهاد. الذي يقول لك الإجهاد الحراري، ارتفاع درجة الحرارة أدت الأرنب أنه يدخل في مرحلة إجهاد، يجهد روحه كما نعرف إحنا مصطلح شغل إحنا يعود يفقد في طاقة كبيرة عليه به يوازن درجة الحرارة بين الجو الخارجي والجسم نتاعه. هو مدامه حيوان ما يحملش درجة الحرارة كبيرة رايح يتعب في ذي المرحلة. كيف راح يتعب؟ أولا الإنسان الحيوان ولا الأرنب بصفة عامة إذا ارتفعت درجة الحرارة وش راح يدير به؟ يخفض درجة الحرارة تاع الجسم نتاعو، ما عندوش كما نقول احنا ما يقدرش يعرق، ما يقدرش يخرج الماء ذاك برا اللي يبرد الجسم نتاعو، ما يقدرش يتنفس من الجلد نتاعو، ما عندوش حل. الحل الوحيد اللي عنده به يخفض درجة الحرارة عملية التنفس كما نقول احنا استنشاق، استنشق لها الأكسجين وخرج ثاني أكسيد الكربون بعملية متسارعة به يقدر الجسم نتاعه يخدم به يعادل درجة الحرارة. هذا هو الإجهاد الحراري. أرنب إذا وصل المرحلة وين تعب الجسم نتاعه راح تدخل في مرحلة إجهاد حراري، تدخل في مرحلة إجهاد حراري كي يوصل لدرجة الاحتباس الحراري هي تم خلاص صاي الأرنب نتاعك، الجسم نتاعه وظائف الحيوية نتاعه قاع تخلت في ذاك الوقت يموت، معناتها هو ماهوش مرض،
هو خلل في الوظائف الحيويه تاع الارنب ناجمه عن ارتفاع درجه الحراره. هذا قلنا كاجهاد حراري. انا من بعد ندخل في حوايج اخرى اللي عندها علاقه بامراض واحد اخرين يسببها الاجهاد الحراري، بصح ماهيش هي الاجهاد الحراري، يسبب امراض واحد اخرين، بصح هو كاجهاد هو ارتفاع درجه حراره جسم الارنب ديباسات 33-34 حتى 40 ديغري، ثم الارنب راح يتعب. وشني نشوفوا احنا الاعراض نتاعو. عندي ارنب ونربيه، حاطه في اوندروا في كاج ولا في الارض ولا في، كيفاه نعرف الارنب نتاعي عنده اجهاد ولا ما عندوش؟ اولا واش ندير؟ اولا متفاهمين على حاجه اللي هي المعاينه اليوميه للارنب. اذا كنت تعاين الارنب نتاعك في الشتاء مرتين في النهار، في الصيف راك راح تعاينه في يوم. علاه؟ خاطر الشا في مرحله حرجه، هو راه تعبان، لازمك دائما تعاينه، ما تخليهش يوصل لمرحله وين يضيع منك، يضيع من يديك، يموت وانت ما تعرفش على واش. كيما نعرفوا مثلا، نرجعوا مثلا شوفوا قبل مثلا حكينا على الفيروس، قلنا الفيروس الى خطك راك تكون توكل في الارنب تصدهاك تولي تلقاه مات، هذا الفيروس. وقلنا راه مرض خطير وما عندوش علاج، تستعمل قالوا وقايه وتستعمل الفاكسين تاع فياجدي، هذاك فيروس. الاجهاد الحراري ما عندكش حل، ما عندكش فاكس، تخلك في مرحله وين وصل درجه احتباس حراري مات، معناتها تشوف الارنب تاعك عنده نفس الاعراض تاع الموت اللي هي تاع الفيروس، بصح ماهوش فيروس. في المرحله اللي رانا فيها في الصيف كاين ناس ياسر يموتوا لهم روانب، يصور لك الارنب ويقول لك راه عنده فيروس. كيفاه؟ شوف الارنب طاح وقعد يخبط في كرعيه وزقى ناضي زقي، زاد الصوت تاعو ناضي يخبط في كرعيه وحبس ومات، يقول لك راه فيروس. هذاك مش فيروس، الارنب تاعك راه عنده اجهاد حراري، عنده احتباس حراري مات منه، ماهوش فيروس. راك في مرحلة الصيف، إذا مات لك الأرنب في درجة حرارة ضعيفة، معناتها مانيش عارف 20 ديغري ولا 25 ديغري وكذا، وفي كليما ستابل وكذا، وجيت لقيتو مات، ولقيت أعراض تاع فيروسي، شفت الوفاة تاعو كفات خباط، شفت كفا خرج الدم ولا كذا، معليش، داكور، راني معاك هذا فيروس. بصح إذا كان مات الأرنب تاعك، وأنت في لوندروا، أوندروا راك مربي فيه، درجة الحرارة 40 ديغري، وتقول لي راه فيروسي راه مش فيروسي، هذا راه يسموه الاجتهاد الحراري، الاحتباس الحراري، ما عندوش علاقة بالفيروس. الأرنب تاعك تخلد كامل الأعضاء الحيوية تاعو بسبة ارتفاع درجة الحرارة. الأعراض تبدأ من بداية الإجهاد حتى أن توصل درجة خلاص يموت الأرنب. نبدأ عليها مرحلة مرحلة. أولا الأرنب تاعك إذا تمدد في المكان اللي راه فيه ونقصت الحركه نتاعو، اعرف بلي راح يدخل في مرحله اجهاد حراري. الارنب اذا مسيت ودنيه ولقيت ودنيه سخن، معناتها ارتفاع درجه الحراره بدات تطلع له سخانه، هذيك معناتها راه بدايه انه راح يدخل الاجهاد الحراري. هذا رقم زوج. زيد نشوفوا ثاني مجموعه من النقاط. اذا شفت الماء والماكله ماكلاش، اعرف بلي راها علامه من العلامات ان الارنب بدا يتأثر من السخانة اللي راه فيه، معناتها أنت تشوف الحرارة برا مثلا 30 ديغري وتقول راه قادر يحملها. إذا شفت عطيتو الماكلة وكذا في النهار ذاك ولا مانيش عارف في الليل ولا ذاك، وجيت الصباح ولقيتها كيما راها، أعرفوا بلي لا جورني اللي قبل راه كان تعبان من السخانة، كان راح يدخل في مرحلة إجهاد حراري. هذه علامة من العلامات. كاين وين تشوف مثلا الارتخاء، تشوف الأرنب تاعك كان قبل أكتيف فلاكاج بوجي صوتي كذا، يجيه مثلا دي كيلكو جور تشوف الارنب تاعك شاد اندروا قام ممدود مش قادر يتحرك، يوقف يروح المونجوار بشويه، المشيه تاعو تعكست، ما كانش كما نقول حنا صوتي وكذا، عاد يمشي غير بشويه، هنا اعرف بلي راه بدات تاثر فيه الحراره. كاين هذون شغل المقدمات، صح؟ نبداو نزيدو شوي. وقتها الارنب يدخل في مرحله الاجهاد، نقولوا راه دخل مرحله الاجهاد، خلاص راه في اجهاد، ما وصلش المرحله النهائيه بصح راه في البدايه. اولا كاين بعض الارانب يصابوا بشلل، تلقى الارنب تاعك تشل، انت تقول مانيش عارف انا الارنب تشل، راه المشي يمشي طاح هاك، راسه مش يرفع فيه، مش قادر يحرك كرعيه، ما يمشيش، نقعد نطبع فيه ما يمشيش، قام ممدود، الحركه نتاعو والو، عينيه يهبطوا. هنا هذا أعراض تاع الشلل، ولكن مش شلل، سموه شلل جزئي. هنا في هذه المرحلة راح
في مرحلة إجهاد. خلاص نعرف مرحلة إجهاد معناتها إذا ما لحقتوش في ذيك المرحلة يدخل مرحلة من بعد راح يموت. كاين مثلا تشوف تلاحظوا من التنفس نتاعو، إذا وصلت الأرنب نتاعك في التنفس لقيتو يتنفس رابيد، أعرفوا باللي هنا راح تدخل مرحلة إجهاد. خلاص راح يصبي، راح يعافر في الإجهاد، كما نقول احنا راح ينازع في ارتفاع درجة الحرارة. الجسم نتاعو راه يخدم، الدم نتاعو راه يسيركيلي بزاف، مع ارتفاع درجة الحرارة ترفع لا تمبيراتور، درجة الحرارة تاع الدم ترفع، معناتها الدم نتاعو راح يدخل مرحلة غليان. إذا دخل مرحلة الغليان معناتها كمل لك الجسم كامل. هذه قلنا عملية سرعة التنفس. نشوفوا دركا المرحلة اللي من بعد، وقتها نقولوا الأرنب تاعي صاي. انسى، إذا شفت أحد الأعراض اللي راح نذكره في الأرنب تاعك، إذا كنت قادر تذبح الحقده، ولا ما لحقتوش مات، ما تخممش أنك تعالج. اللي هما إذا شفت الأرنب تاعك رفع راسه للسماء وتشلت الحركة تاعه وقعد يتنفس رابيد، هنا خلاص رفع راسه، معناتها مهما الأكسجين راه يدخل في الرئتين تاعه، جسم تاعه راه مش متقبله، خلاص راه بدات كيما نقولوا احنا بدات له ليموراجي، بدات له نزيف دموي داخلي في الجسم نتاعو. وين يكون بوينت انتيروغاسيون؟ في اي منطقه في الجسم، ممكن في القلب، ممكن في الرئتين، ممكن في الجهاز الهضمي، ممكن كذا، راح تلقاه دخل مرحله نزيف، عليه درجه الحراره كبيره، دوره دمويه سريعه، الماء الدم وصل درجه حراره كبيره، وصل درجه الغليان، يبدا النزيف في ذاك الوقت. في الدورة الدموية وين تلقى بوان فابل راح يصرى له نزيف، هنا معناتها هو راح يموت، هذا ما عنده لا علاج ولا يدير حتى حاجة. هنا عرفوا بلي خلاص رفع راسه للسماء صاي. هذه الحاجة الأولى. حاجة الزوجة، إذا لقيت شلل كلي للحركة، معناتها خلاص ما كانش شلل الجزء اللي كان قبل، كان المرة الأولى يقدر يتحرك شوي، يمشي كذا، يرفع راسه يتحرك ويتحرك، إذا شفت الحركة خلاص حبست في لاكاج تكه وقعد غير يتنفس وحابس، خلاص شلل كلي، ما عندها أعضاء وكامل ما هيش تخدم، خلاص راح تدخل في مرحلة الإجهاد الحرارة، هنا ما عندوش حل راح يموت. صح عدي أرنب مات ما حضرتلوش الموت نتاعو، راح نعرف اسكو مات بسبة إجهاد ولا بسبة فيروسي ولا بكاش مرض واحد أخر. وش ندير؟ عملية التشريح، ما عندكش حاجة أخرى، تروح تشرح الأرنب تاعو. المنطقة اللي تروح لها وين؟ بعد ما تشرح تروح للأمعاء تاع الأرنب. إذا لقيت تجلط في المعدة تاع في الجهاز الهضمي، تجلط تاع دم ونزيف في الأمعاء، أعرف ثم بلي راه الأرنب تاعك مات بسبب الإجهاد الحرارة. معناتها إذا كان عندك أرانب أخرين ثم دير حسابك. هذا بالنسبة للإجهاد الحرارة، الأعراض نتاعك. نروحوا مع بعضنا نشوفوا الإجهاد الحراري. قلنا ارتفاع درجة الحرارة، نزيدوا نقطة، قادر تكون عندك درجة الحرارة ماهيش عالية بزاف، مثلا 25 ديغري ولا 27 ديغري، ويموت الأرنب بتاعك بسبب إجهاد حراري. قولي لا الحرارة ما طلعتش، معليش الحرارة برا ما طلعتش، راه 27 ولا ديغري. عندك مشكلة واحدة أخرى اللي هي وشني؟ تهوية. إذا كانت ما عندكش تهوية، ما لقري المكان تاعك ما تكونش له درجة حرارة كبيرة والتهوية ما كانش، معناتها ما كانش أكسجين، ارتفاع طفيف درجة الحرارة تلحق 30 ولا 27 ولا 26 ديغري مع التهوية ما كانش، راح يدخل في مرحلة إجهاد حراري بالرغم أن لا تمبيراتور ما علاتش بزاف. علاه؟ ما كانش تهوية، ما كانش أكسجين، ما كانش أكسجين الأرنب مش راح يقاوم 30 ديغري، ديك مش راح يقاوم. هو نورمالمون مثلا يدخل في مرحله الاجهاد، كي نقولوا احنا مثلا يلحق 36 ولا 40 ديغري يدخل في مرحله اجهاد حراري، بصح اذا كانت التهويه ما كانش مش راح يلحق ل 36، ممكن من 30 حتى 25، ممكن 25 ديغري راح يدخل مرحله اجهاد حراري. علاه؟ التهويه ما كانش، معناتها اذا كانت التهويه قبلها الاكسجين ما كانش. نظن طولت معكم، احكينا على بزاف حوايج، مي الله غالب حلقاتك معك ما نقدرش نقصر، خطرة شاو عنوان صغير اسمه إجهاد حراري، طولت معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما تنساش ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو ماكسيموم، اللي عنده فيسبوك بارطاجي فيسبوك، بارطاجي عند اصحابك، ابعث لي زامي نتاعك جيم، ديروا جيم. انا طايرت لي نوصل نلقى مانيش عارف 500 فيو ومن بعد نلقى 10 لي جيم، علاه 490 اللي شافوك كاع ما عجبهمش. خويا شوف كي تفتح الفيديو دير جيم قبل ذكر، هذه راه فيديو ذا فاتت فيديو شفت نصيت دير جيم. السلام عليكم.